شروط الدعاء. للدعاء شروط حتى يكون مستجابا، وهي ألا يكون على السائل حرج مما سأل لما تضمن سؤاله من إباحة الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فيدخل في الإثم كل ما يأثم به من الذنوب، ويدخل في الرحم جميع حقوق المسلمين ومطالبهم. وألا يشغله الدعاء من فريضة حاضرة، فلأنه إذا اشتغل بالدعاء عن فريضة حاضرة صار عاصيا، فلم يستحق أن يعطيه الله إذا سأله. ومنها أن حاجته إذا عظمت لم يسألها الله تعالى سؤال مستعظم لها في ذات الله، بل يسأله الصغيرة والكبيرة سؤالا واحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإنه لا يتعظم على الله شيء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن. ومن شروط الدعاء حسن الظن بالله عند الدعاء، وأن تكون الإجابة أغلب على قلبه من الرد، إذ الباعث على الدعاء صدق الرجاء، وإذا لم تغلب الإجابة على قلبه لم يصدق رجاؤه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه، ولا يستبطئ الإجابة، لأن الدعاء عبادة واستكانة، والضجر والاستعجال ينافيهما، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي. فإذا دعوت فاسأل الله كثيرا، فإنك تدعو كريما.